فإذا أنت صادفت هذا الطير بالمنطقة هاي وكان فيها عمد كهرباء، طال عمرك أعطيته أول يوم وما هد معاك، وثاني يوم ما هد معاك، نوعت له ما هد معاك، فهذا الطير بالمنطقة هاي هات يقتل من علف. أنت واجب عليك بهاي النقطة الحساسة تجي الروماج الطير، الروماج إلا ما يبقى فيه ريش. الروماج قد يعني بالمبتدئين ما يعرفوا شو الروماج. الروماج يوم الطير يقتل طال عمرك يأكل الصيدة، ومع الصيدة يأكل معها ريش حتى ينظف المعدة، فبعد مدة زمنية يخرج هذا الريش يرومجه. المكان اللي نازل فيه الطير أجي لعنده أدور على روماج الطير، إذا كان طبعا طير مستقر. حنا نتكلم بعدين عن الطير المهاجر، يعني قد تشاهده أول مرة بالمنطقة هاي لكن ما هد معاك، كيف تتصرف معه؟ حنا حاليا نتكلم عن الطير المستقر بالمنطقة، فألا تجد من ريش اللي تعكتل. حصلت معانا، لقينا شاهينة طال عمركم ما هدت معانا وعذبتنا كثير، حين التجانا الروماجها لقينا نوع سبحان الله من البط اللي حنا نسميه البط الفرفوري، وبعض من الطواريح طال عمركم يسميه بط سمسمة، اللي سبحان الله يجي بحجم صغير، وهذا الشاهين طال عمركم ما كان يقتل إلا من هذا البط. فيوم ما عرفنا هذا البط رحنا اصطادينا بط، وتعذبنا نهاريته كثير لحتى اصطاديناه، وما ينصاد بالأمر السهل، صيده جدا صعب، حتى اضطررنا أن بالسلاح مثل ما نسميها الجفت يعني نطعن بعض منه ينكسر جناحه تبقى عايشة، حتى قدرنا نصيد الشاهين على البط اللي هو يعلف منه. الحيلة الثانية طال عمركم التحريك قريص الطير، أنك تنوع، أهم شيء أنك تنوع بالعلف اللي تقدم له إياه، سواء قبري ولا قطة ولا حمام ولا طال عمرك جربوع ولا طال عمرك من عدة الأنواع اللي تملكها، حتى الأرانب الصغيرة تقدم لها إياه، ما تخلي عليك، ساوي عليك والباقي على الله عز وجل. من الحيل طال عمركم اللي تحرك قريص الطير أيضا كذلك الأمر الريش، أي طعم تقدمه للطير من حمام أو قمري أو قطة أو حجل يطير منه ريش يحرك قريص الطير. الحمامة طال عمرك أجمع من الريش البرج اللي عندك، أو إذا ما كان في عندك برج الحمامة نفسها أنتف منها ريش وحطه تحت الشبكة، الشبكة على ظهر الحمامة، أدفن الريش تحت الشبكة، ويوم أنا أقدمها للطير ما أقدم لها إياه وجه بوجه، من الطرف الثاني أنت السائق من هين اللي حدك اللي قاعد من جنبك يعطيه الحمامة، الحمامة كل ما الطير يطلع منها الريش كذلك الأمر تحرك غريزة الطير. النقطة اللي أبي منكم أيضا تركيز عليها اللي تعد من أهم عوامل تحريك غريزة الطير الباشق أو زريجة، بعضكم يسميها جليمية أو بقة أو جلمة، لها عدة أسماء أو بعضهم يسمونها دخنة أيضا كذلك. الطعم اللي بدك تقدمه للشاهين نفترض قطة، أربط الباشق أو الجلمة أو إذا كان في عندك شاهين وكري تبع أي حجم، تربطه بالحمامة وتخلي مسافة تقريبا الخيط اللي بين الشاهين وبين الحمامة أو طال عمرك 3 أمتار 4 أمتار، إذا قدمتها للشاهين ما يكونه موجود بالمنطقة، ما يكون موجود العمود، أبقيهم بالأرض طال عمرك، هين شاهينك اللي تقدمه أو راح تربطه مع الحمامة يكون شاهين معلف أو عالفة ومعطيها أكل حتى الحمامة اللي راح تربطها فيه ما يأكلها ما يهد عليها، أو تلبسه برقع طال عمرك وتفتح له برقع من جنب وجنب، جنب تخليه مسكر وجنب الثاني من البرقع تخليه مفتوح شيء بسيط حتى الشاهين يعني يبقى يتحرك يبقى يعني يتنقل تمام، حتى ما يأكل الحمامة ويسبب لك مشاكل. إذا قدمت الشاهين أو الباشق أو الزريجة اللي ربطها بالحمامة، الشاهين الأساسي اللي تبي تصطاده طال عمرك ما يكون موجود على العمود، لأن إذا شاهدك ترمي الشاهين اللي مربوط فيه الحمامة ما راح يهد. كذلك الأمر تقدمه يهد الشاهين الأساسي اللي جاء على العمود وشاف الشاهين هذا مع الحمامة وصار فيه تحرك، الحمامة طبعا كل ما كانت برجية أو كل ما كانت وحش ما هي بأهلية
تم التحرك وتم الترفرف، فراح يهد الشاهين الأساسي كونه يشاهد شاهين يعني يحاول يصطاد حمامة، فراح يهد. هاي صارت مع الوالد سبحان الله، وطرح طير بهاي الحيلة. طير حاولوا معاه كثير وقدموا له كثير وتموا اليوم كامل معاه، فسبحان الله طار الطير وابتعد مسافة بعيدة. آخر شيء فلس الوالد من الحمام وفلس من العدة وفلس من كل شيء، بقى معاه جلعوط سبحان الله، جلعوط حمام الفروخ الصغيرة، ربطه حتى يعني ما يطير، ربطه سبحان الله باشق، باشق النقل ربطه فيه وخلاها مسافة تقريبا بيناتهم 3 أمتار، وابتعدوا مسافات بعيدة سبحان الله. والله عز وجل تمام النصيب، صار البيشق يحاول يطير الجهة والحمام بطير الجهة، وصار في رفرفة، تحركت قريصة الطير وانطرح الطير. وكان من أطيب الطيور سبحان الله بهذاك العام سنة 93 أو 94، وانباع بأسعار طيبة. وإن شاء الله فالكم النوادر اللي تسر الخاطر تسعد القلب. لانتقلنا طال عمرك للطير العابر، هذا طير أول مرة تصدفه بالمنطقة اللي أنت قانص فيها، أول مرة تشاهده، أعطيته هذا الطير مهد. قد يرجع أن الطير ما يهد، أما يكون معلف طال عمرك، أو طال عمرك كنفس الأسباب اللي ذكرناها من شوي. الحيلة اللي تلجأ عليها كذلك الأمر بالطير هذا أنك تتم متابع معاه، هو أكثر شيء من اللي هو اللي يعذب. ليش؟ لأنه جاي جديد على المنطقة اللي أنت فيها، ما تعرف هل هو مستقر أو ما هو مستقر، فتلاقي الطروح يجذبك شوية فيحاول يعطيه. إذا أعطيت الطير بهالمنطقة اللي أنت فيها وشاهدته أول مرة شاهد الطير، فهذا الطير عابر، ما هد معك الطير، فهو يصفي أصعب شيء عليك، أصعب من الطير اللي تشاهده عدة مرات بالمنطقة محددة، قد تشاهده الصبح، قد تشاهده الظهيرة يجي مجيال، قد تشاهده عند المساء يجي بات على عمد، قد يتنقل بين عمود وعمود، مش حصرا عمود محدد. فالطير العابر أكثر شيء هو اللي يعذب. إذا أعطيته وما هد طال عمرك، اللهم صل على محمد وآل محمد، يرجع. أما يكون الطير عالف أو الطير طال عمرك هل كان من المسافة اللي قاطعها مسافة كبيرة فما يهد معك، فأنت حاول بالمنطقة هاي اللي شاهدت بها الطير، حاول أنك قدر المستطاع أنك تلحق بالطير حتى تحاول أنك تنزله. اعطي الطير حمام طيار، ولو إذا ما كان فيها شبكة، إذا كان في عندك يعني حمام وما لك مشبكة، ما لحقت الشبكة، خفت أن الطير يضيع منك، أعطيه حمامة ولو إنها ما هي مشبكة، خلي الطير يقتلها، خلي الطير ينزل على القاع، خلي الطير يهدى شوية، خلي الطير يأكل من حمامة، خلي يقتلها، خلي يذوق من دمها، نذاق من دمها، حتى إذا طار وترك الحمامة وراها يرجع عليها، لأن الطير إذا قتل الحمامة يرجع عليها مستحيل. إذا هديت الطير طال عمرك فجدا ممتاز، تقدر تتصرف معه. وإذا ما هد، أعطيته حمامة الطيارة وما هد معك، أعطيه نقل أنه عله وتم استمر معاه. إذا ما هد على بقية الطعوم اللي أعطيتها هي، فهو بقى عليك أنك تستمر متابعة معاه، وين ما منتجه الطير حاول تتجه معاه، حاول تم قريب عليه، ما تلز عليه كثير. يعني اللز هو مصطلح أن يكون مسافة قريبة كثير منك ومنه، لا خلي في مسافة بينك وبينه، يعني مسافة ما هي كبيرة حتى ما تضيع الطير ويقيب عن عيونك. وهذا الاعتماد يبقى على المرافق حق الطروح اللي معاه، مرافق الطروح الشباك، لأن الطروح الأساسي اللي سايق السيارة أو السايق يعتمد على التركيز على الطريق اللي سايقه ولسلامته، أنه ما ينظر تم ناظر للشاهين وطير ما هو بديك، هذا ما هو لك، طير ما ملكته ما صار بين يديك ما هو بلك، ولو أنه لقيته وطاير فمستحيل أنك تعرض نفسك للخطر وتسرع لسرعات كبيرة لجل أنك تم قريب للشاهين. فلا، واجب على الطروح المرافق اللي معاه، أنت تم سايق ووظيفتك أنك تم سايق ومحافظ على سلامتكم، واللي مرافق الطروح طال عمركم الشباك مثل ما نقول أنه يتم راقب الشاهين، لأن الشاهين أو طير يصير طيرته طال عمرك هادية، يصير يبرم، ليبرم الطير ابشر بخيره، برم له أول برمة، ثاني برمة، هين يكون الطير هدى شوي مثل ما نقول، يصير يدور على أكل،
يصير يبحث على اكل، لا شفت الطير طال عمرك بشكل دائري، يدور اول دوره وينزل، يدور ثاني دوره وينزل، يدور بنفس المنطقه، صار يكبر الدورات او يسقر الدورات، صار يبحث على اكل. هين تقدر تتصرف معه، تقدر تحاول تعطيه من الطعوم اللي عندك. كذلك الامر اذا ما هد تتبع الحيل اللي ذكرناها من شوي، انك تربط حمامه ببيشك، انك تربط حمامه بجلمه او حمامتين مع بعضهن، طال عمرك كثر الريش تحت الشبكه، ترمي الحمامه طال عمرك تخلي الريش يتطاير منها. والحمام طال عمرك ابي اركز منكم كثير على الحمام، في من كثير من الطواريخ اللي ياخذ نوع محدد او لون محدد من الحمام. يا اخي نوع حمامك، الالوان متعدده، سبحان الله الطيور هذه يكون منطقته ببلاده يقتلها حمام معين او لون محدد. نحن طال عمركم تركيا شاهدنا شياهين سبحان الله ما تقتل الا الحمام سبحان الله الابيض، تعطيها حمام اسود، حمام في غير لون ما يقتل الحمام الابيض او في ريش ابيض، سبحان الله. هذا اللي سبحان الله مرينا يعني فيه، وكثير من الطواريخ اللي ذكرنا لها هذا الامر. يعني هذا مشكل عند الشياهين، يرجع هذا الشياهين يكون قد يعني عايش المنطقه اللي بيها، الحمام اللي بالمنطقه ما يقتل الا منه، فسبحان الله يكون هداده هو يهد يعني طبعا، لكن يكون الهداد افضل للنوع اللي انت تنوعه. والحمام طال عمرك كذلك الامر يكون حمام وحش، ما هو بحمام بلدي، لان الحمام البلدي حتى ولو فتحت عيونه ما تطير. تحريكة القريزة كذلك الامر، الحمامة تلزق عيونها جنب او جنب، او تخليها تشاهد بس من فوق، وهي الطريقة كذلك الامر شرحناها مواضيع سابقة، انك تحط اللزاق تسكر من امامها وتخليها تشوف بس من فوق. لطارة الحمامة يختل توازنها، ما تعرف كيف تطير، فتفتل يمين ويسار وتطلع فوق وتحت. فالشاهين طال عمرك من اهم القرائز اللي تحرك غريزته، او من اهم العوامل اللي تحرك غريزته، اي طير سبحان الله اكلمكم وقت هجره، وحاليا وانا بوقت تسجيل يعني وقت عبور ما شاء الله جدا ممتاز، اشاهد الطيور تعبر. فطال عمركم اختلال توازن الطريده اللي راح يهد عليها الشاهين، اذا كانت طيرتها مي يعني بحالتها الطبيعيه، فالشاهين يهد عليها مباشره هداد ما هو طبيعي. اي اختلال بنوع الطريده بتوازنها بطيرانها، فتلاقي الطير يهد عليها مباشرة. هاي من أهم العوامل اللي ذكرناها، أتمنى منكم أيضا أن تذكرونها من أهم العوامل اللي تحرك قريزة الطير. فمجال المقناص مجال واسع، ومهما الإنسان منبلغ من علم يحتاج العلم، الكمال لله عز وجل، هذا الأمر لا شك فيه. ونتمنى إن شاء الله التوفيق للجميع. بالتعليقات تذكرونا من خلال تجاربكم حتى أنا استفيد وأنتم تستفيدون، واللي يشاهد هذا المقطع طال عمركم ويدخل التعليقات كذلك الأمر يستفاد من خلال التجارب اللي أنتم مريتوا فيها لتحريك قريزة الطير. لكم مني كل التحية والتقدير والاحترام، لا تنسوني من الاشتراك والإعجاب وتفعيل زر الجرس حتى المواضيع الجديدة إن شاء الله اللي راح ننزلها القناة تشاهدونها أول بأول. يا مرحبا بكم، لكم مني كل التحية والتقدير، السلام عليكم ورحمة الله.